وايه حكايه بيراميدز مع الاهلي؟ هاني سعيد عمل فيديو او اتصور معاه بعد المباراه بمنتهى العصبيه والغل والغضب والزعل والاتهام، وهيفضلوا الامتى كده ومش معقوله كده، بس الامتى كده والمش كله، بس الامتى كده والحكايه كده، بغضب شديد جدا. طب ما نهدى شويه ونشوف. هو بيراميدز اصلا طوال السنه اللي فاتت في 3 مباريات له مع الاهلي كان كشف الحساب ايه بالظبط؟ مين اللي اتظلم؟ لانه فيما يخص وقائع التحكيم واضح ان الصوت العالي بيكسب، والناس بتروح مع اي اتجاه في الكلام من غير حتى ما الناس تفتكر. ده بيراميدز عمره في المسابقه بعيدا عن الاسيوطي سنه، الموسم اللي فات لعب مع الاهلي 3 ماتشات خرجت من الاهلي ما كانش موفق فيهم، بس ما كانش موفق ليه؟ عداله ولا تحكيم؟ كوره ولا تاثير قرارات؟ برضو مش راينا. في مباراه الاهلي مع بيراميدز 4 يناير 2019 نجيب نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت وقتها شاف حق الاهلي فين. بس نقفل اللعبه دي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، اللي هي كان اللاعب بينفرد وعلي جبر بينزل في الارض. طبعا هنا الفرصه الواعده موجوده وليست محققه. ليه؟ لطول المسافه وان في لاعب هنا تاني يمكن اللحاق بيه، فطبعا الفرصه المحققه مش موجوده، لكن في خطا تم وهي لمسه اليد اللي هتشوفوها دلوقتي. لمسه اليد علي جبر اهو اهو بالشكل ده اهو، خلاص هنا كده. ده مين اللي منع ازارو من تملك الكره؟ قدم علي جبر ولا ايده؟ ايده. اذا ايديه منعت تملك ازارو من انه يلعب الكره. لمسه يد واضحه لا تحتاج لا التقدير ولا تجيش ما تقوليش تعمد، يعني ما فيهاش حاجه لازم تتحسب. ما حسبهاش وكان لازم انذار لعلي جبر وما اداش الكلام ده. نشوف الحاله اللي بعد كده. طبعا لم تحتسب يعني حاجه. نيجي هنا الفاول ده ما اتحسبش. بص اللعبه، فاول ولا مش فاول؟ ده بيلعب الكوره كينو كده طالع يلعب الكوره، لم يحتسب الفاول. انا بجيب الاخطاء دي بغض النظر لمين على مين. فطبعا هنا اللعبه دي واضح جدا ان في فاول لكن الحكم لم يحسب. نيجي بعد كده للعبه دي، انا شايف ان هي انا اتفق وامشي معاه انها مش ركله جزاء. ماشي، تديله سيميليشن ليه؟ الحكم ده لو هو على درجة وفي أوروبا وبيشتغل على الكاتيجوري A العالي، النهاردة في تعليمات واضحة، في كونتاكت نو سيميليشن، في تلامس ما فيش سيميليشن. النهاردة أنا معاك إن في تلامس ما فيهوش فاول، طب خلاص ما تحسبش الفاول، لكن ما تعاقبنيش بالإنذار. هو ده المفروض كان يتم، لكن إدى الإنذار وطبعا إنذار غير مستحق. الحالة اللي بعد كده هنا بقى يعني اللعبة دي هو حسبها فاول على الأهلي. شوف هنا مين بقى مين بيلعب الكرة، رايح يلعب الكرة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الشيخ، اللاعب التاني اللي راح وخبط فيه يحسب الفاول لفرقة بيراميدز. نشوف الحالة اللي بعد كده، لعبة ركلة الجزاء اللي جاية دي، هل هناك ركلة جزاء مكانه يسمح له بالرؤية؟ لكن شوف بيصفر امتى سيميليشن، برضه قرار متأخر. بص أنا جايب لكم أهو، نقف هنا. قدم مين على مين هنا؟ علي جبر على الاحمر. الشرب الابيض على الاحمر ولا لا؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك لما ثبت رجله. طبعا كلكم كباتن ولعبتوا كوره، اللاعب عشان يتحرك اول ما هيعمل جسمه قدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبته لازم يسقط في الارض. وبالتالي هنا خطا واضح وركله جزاء. للاسف الشديد ان هو لو ما احتسبهاش انا كنت ممكن اقول ماشي ده كلام جميل ما فيهاش مشكله، لكن كونه يعاقبه بانذار انا ليا ركله جزاء تحسبها عليا يعني اندايركت وانذار، انا شايف انه قرار يعني عايز اقول خانوا الصواب والتوفيق. واضح ادي الرجل اهي وهو شايف وعنده رؤيه وعنده كل حاجه، لكن هو خاف انه يحتسب، ما يعرفش يعني قدراته، هل بيهرب من احتساب ركله جزاء باحتساب التمثيل؟ امر يعني كان غريب جدا. هذه المباراة فيها 7 قرارات كلهم كانت
لصالح النادي الأهلي احتسب منهم 2 ضد النادي الأهلي وبإنذار منهم ضرب الجزاء. والماتش خلص 2-1. والماتش خلص 2-1. يعني تأثير مباشر في نتيجة المباراة. أدي أحد الماتشات اللي خسرناها. ده كان أول ماتش للأهلي مع بيراميدز. 3 4 شهور وفي 18 إبريل 2019 لعب الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني بحكم كرواتي. كانت أخطائه واضحة جدا، حرم الأهلي من ركلة جزاء. اعترف الحكم الكرواتي نفسه بيها بعديها، يمكن الفيديو فنيا فيه مشكلة مش هنقدر نعرضه، لكن حتى خبراء التحكيم يعني طلع الكابتن عادل عقل في تحليله لأداء الحكم في المصر اليوم 36 مخالفة على هذا الحكم، منهم ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي في هذه المباراة اللي خلصت 1-0. يعني في تأثير مباشر على نتيجة المباراة برضو برأي الحكام أو رأي الخبراء مش رأينا، وحكم أجنبي. طب 2 حكام أجانب عملوا اللي عملوه، نجرب المصري. جه الكابتن جهاد جريشة يدير مباراة دور ال 16 في كأس مصر 17 أغسطس 2019. دي أوسكار والخير جهاد. ما شهد به جهاد. انتوا شفتوا خبراء التحكيم في الماتشين 2-1 ضربة جزاء لم تحتسب وأخطاء بالجملة، 1-0 ضربة جزاء لم تحتسب وأخطاء، 36 خطأ زي ما قال الكابتن عادل عقل. طب وجهاد جريشة نفسه في مباراة الكاس بقى وخروج الأهلي منها، نشوف كابتن أحمد الشناوي وقتها قال إيه. إحنا محتاجين نمد وقتنا مع حضراتكم نص ساعة إضافية علشان أهمية الرمية الثلاثية الكاشفة ديت. نشوف الشناوي في اللي عمله جهاد جريشة يلي زعلانين على بيراميدز. هنا بقى يعني أنا عايز أقول عن الحالة، أدي الحكم الإضافي. هو الحكم الاضافي متاخر ليه كده؟ يعني يعني لو ان الرؤيه تبقى اوضح. بص يا كابتن انا عملت هنا روز ليه؟ نعم. حتى انا جهاد جريشه بعيد عشان لما تشوف الاعداد. لا بعيد يا كابتن، صعب قوي يحددها. هجيبها لك من زاويه ثانيه هتلاقي جهاد جريشه مش بعيد. لا ما هو يا كابتن اهو هجيبها لك من زاويه ثانيه. طيب. ماشي اتفضل. انا هنا ادي اللعبه دي بالشكل ده. هو خد كوره انما بالرجل الثانيه هتشوفوا اللي هي رجل في الارض اهي شايفين بتطلع ازاي عرقلته. لا هو ما خدش الكوره خالص. فيها بينالتي ولا ما فيهاش بينالتي؟ هي فيها بينالتي يا كابتن، قلت ما فيهاش. لا بس عشان هي كرة بينالتي بغض النظر. نعم. خدوا الكرة مش معايا برضه. خلينا نوصل لحاجة يا كابتن. نعم. عايزين نقول حاجة مبدأ الزاوية التانية بقى الأهم يا ناصر. إذا أنا لو أنا نجحت في لعب الكرة إذا أنا نجحت في لعب الكرة نعم مش معنى إن أنا نجحت في لعب الكرة إن أنا ارتكب مخالفة. تمام. فلاعب اللاعب حتى شاط الكرة هنا تبان هنا تبان الفاول موجود في هنا عرقلة. طبعا العرقلة موجودة يا كابتن واضحة كل الناس. يعني انا عايز اقول للناس كلها شايفه ادي الرجل اهي الرجل بص الرجل تطلع اهي والثانيه الرجل الثانيه اهي خلاص خدت رجله وقعته. خلاص العرقله موجوده وكان على الحكم الاضافي انه يقول له ركله جزاء ركله جزاء. وكان بص بقى يا كابتن. لا ارجع بقى نصر يا دي اللي كنت عايز اوريك فيها زاويه جهاد جريشه. ماشي ماشي يا كابتن كمل بقى اهو جهاد اهو بعيد يا كابتن برضو يا كابتن ما شوفش إيه. مسافه بعيده يا كابتن يا كابتن ما كانش في حكم خامس زمان. المهم خلينا بس نشوف الهدف. يعني انا قصدي طب الخامس ما اداش ليه؟ هو ده ما ده الشغل بتاعه يا كابتن. ده شغله. فيها بينالتي ولا ما فيهاش؟ فيها ركله جزاء طبعا. ليه ما اداش الحكم الخامس؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. بينك وبينها 3 متر. وانا عايز اقول يعني الحكم الخامس ده يا كابتن بالظبط زي الفيديو. بالظبط بالظبط زي الفيديو. هو فيديو لان هو بينه وبينها 3 متر. هو اللي هيقول له في عرقله ما فيش. حتى كان الكابتن حازم قاعد جنبي في اللعبه قال لي فعلا في رجل معرقله. في رجل هفكرك بلعبه. ما هو يا كابتن يعني ما زي ما حضرتك قلت هو الحكم هنا الحكم الخامس. انا عايز اسال سؤال يا كابتن. هو الحكم الاضافي اللي نازل معاه ده انا نازل وعارف ان في معايا واحد واقف في الحته دي مظبوط. يبقى يعني على الاقل انا بدخر جهدي لحاجات تانية اقدر اشتغل بيها. ابعد 100. فالنهارده هو كان مثلا دي ما اعرفش كان مين مش عارف هو برضه طارق سامي ولا لا عشان ما كان لا ده كان ابو خاطر. ده ابو خاطر. ده محمد ابو خاطر. هو كابتن الشناوي جميل في حاجه يعني بعد ما يقول لك ضربه جزاء لم تحتسب لازم يلتمس العذر للحكم واقف بعيد. على رايك ايه اللي موقفه بعيد؟ هو انا كل مره مكسوفي احصن نفسي مكسوفي يقرب. هو انا كل ما الاهلي يخش ال 18 يطلع الحكم واقف بعيد؟ يعني احصن نفسي بالوقفه بعيد. يا ريت اي محلل لما يقول واقف بعيد يحسبها عليه مش ليه. يعني هو ده عذر اقبح من ذنب. طب يعني ده كان راي الكابتن الشناوي. راي الكابتن انت دي
الماتش ده فيه ثلاث ضربات جزاء، انتوا جبتوا لنا واحد، حتى انت ما اتكلمت قلت لمسه يد اهو. عادل العقل بيقول لمسه يد، هل موجوده ولا لا؟ عادل العقل كان على الماتش الكرواتي، على الماتش اللي قبل كده، مش ماتش الكاس، مش ماتش جهاد جريش. يبقى كان فيه ضربتين جزاء مش واحد بتاعه. طيب نشوف راي الكابتن جمال يعني الغندور وقتها كان ايه. نروح لاهم حاله في المباراه، هل في ركله جزاء ولا ما فيش ركله جزاء؟ متفقين كلنا، والقاعده اللي من ساعه من قبل ما ندخل التحكيم لغايه النهارده عشان ما حدش يتكلم عن تعديلات، اذا المدافع نجح في لعب الكوره تعظيم سلام ويستمر اللعب، اذا حضرتك ما لعبتش الكوره هتتحاسب على اي احتكاك. هو ما لعبش اي احتكاك، خلاص انت بعت نفسك، انت نزلت على الارض عملت تاكلينج ما خدتش الكوره، الراجل خد الكوره، اي احتكاك بقى معاه بقت مخالفه، بقت فاول، باهمال، بتهور، باستخدام باي شكل من الاشكال، الاحتكاك هنا يعتبر مخالفه. اللي خد الكوره هو الصح، واللي خد الكوره هو اللي عنده الميزه، اللي اتعامل معاه، اللي ما خدش الكوره يتحاسب، ادي مره ودي مره ثانيه. اذا هناك شيء غريب يا كابتن جمال ان الحكم الاضافي قدامها على طول، يعني طبيعي ان هو لو شافها بنتي كان رفع. الغريبه كمان يا كابتن انه هذه الحكم الاضافي محطوط في هذا المكان عشان اللعبه، عشان يساعد عشان اللعبه دي. انا مش عارف هيقدر يجيبها لنا. كان في هذا الموسم ركله جزاء في نفس المكان اللي اتشد فيها ازارو، وليد ازارو تقريبا، ازارو تقريبا مش كده؟ لو يقدر يجيبها لنا في نفس المكان. انا ما اعرفش كان مين الحكم الاضافي ساعتها، لكن كانت حاجه برضو غريبه جدا وما اتحسبتش. كان اعتقد ابراهيم نور الدين الحكم ده ازارو اتشد، اللي هو شده يعني ما فيهاش في نفس المكان وبنفس الوضوح. صحيح صحيح، وبنفس الوضوح. انت يا حكم بتحكم المباراه كان معكش حكم اضافي، يعني انت تروح التمركز. واعتقد لو ما فيش حكم اضافي برضو هتبقى سهله على حكم المباراه انه يشوف، ولكن اللعبه سهله، اللعبه واضحه، لاعب اخذ الكوره ولاعب ما اخذش الكوره يحاسب، وركله جزاء لم تحتسب. يعني في كل الماتشات اهو، الثلاث ماتشات اللي خسرهم الاهلي ضربات جزاء مؤثره، ده غير في حاجات ما جاتش، في حاجات ما جاتش وما تكلمناش. انما مش قادر افهم جاله منين الاحساس كابتن هاني. بقى ما احنا عارفين. طب انت دلوقتي ما تعرفنا. لا يعني انت اتفرجت دلوقتي يعني يا كابتن هاني ورأك لسه ما عرفتش؟ طب ما يمكن يعرفه كريم حسن شحاته اللي ما اعتقدش هيجامل الاهلي، نشوف وقتها كان رايه في الظلم اللي تعرض له الاهلي من بيراميدز قال ايه. كرة فيها كلام، خلينا نشوفها كده مع بعض. حسين الشحات حب يعدي، حصل عرقلة اعتقد 21 ده احمد ايمن منصور ولا محمد حمدي. عرقلة واضحة لحسين الشحات، برضو دي ضربة جزاء هي بينت في الاعادة الخلفية. ارجع تاني يا وليد كده معلش، ضربة جزاء للاهلي برضو. خلي بالكوا بصوا، عشان بس في ناس هتقول ايه قدام التلفزيون الزملكاوي يقول لك يا عم كريم انت مالك متحمس الاهلي. انا بتكلم بقى بدون انتماءات، ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، نتكلم في كوره حق ربنا. لا ضربه جزاء اهي، الكوره عدت، محمد حمدي قلش الكوره او جلاها، حسين الشحات اتعرقل اهو برجلين اتنين من محمد حمدي. لو الضربات الجزاء دي للزمالك هنقول، لو للاتحاد هنقول، لو لبيراميدز هنقول، ماليش علاقه بتيشيرتات الفرق مين. هي واحده من ده اللي قاله كريم، واللي قاله حتى على واقعة واحدة من اغرب ضربات اللي قاله كريم حتى مؤخرا على واقعة ماتش بيراميدز، دفع ثمنها بقى، دفع ثمنها، لكنه حق ربنا قال العدل. طيب الغندور شناوي مع حفظ الالقاب، كريم حسن شحات، كلهم سجلوا ما تعرض له الاهلي من ظلم في هذه المباراة الثالثة في التأثير البين على النتيجة، لكن يبقى الاعتراف سيد الأدلة زي ما اعتذر الكابتن جهاد جريشة بنفسه. نفكركم انصحوا ايه؟ انصح الجمهور الاهلاوي ازاي ما يكونش زعلان مني، عشان انا عندي بعد ماتش الاهلي وبيراميدز الناس اللي الجمهور
حاجه كره الجزاء ما تسالش كان هي اكيد غلطه مش مقصوده يعني حاجه الخامس ده لي ما مش فاهم حاجه فما تزعلش مني زي ما المهم زي ما كان بينزل مني في اللعبه عشان مقصر التحكيم بقى مقصر الزمالك التحكيم النهارده كنت النهارده ضد بكره مش مشكله الدنيا كويسه ان شاء الله نستمتع معاكم. دي شجاعة من الكابتن جهاد جريش يعني هو قفل فيها الكلام ده لكنه هي مش جديدة حتى إحساس الحكم بأنه ارتكب خطأ أثر بشكل مباشر في نتيجة مباراة إنسانيا بيضطر يتكلم لأنه ده حتى مش مصرية. الأهلي والزمالك والحكم التشيكي بافل كارلوفيتش اللي أدار مباراة السوبر بمناسبة السوبر 2016 خطأ من الحكم بشكل مباشر في إهمال ضربة جزاء صريحة للأهلي اعترف الراجل بيها بس الاعتراف كان بعد المباراة. نفكركم Yeah, I saw in this in on the match was he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but the pass wasn't there. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. احنا ليه جبنا دي؟ لان دي بطوله راحت من الاهلي لان خلص الوقت الاصلي 0-0 راحت بضربات الجزاء نتيجه عدم احتساب الضربه دي في الوقت الاصلي. الثلاث ماتشات بتوع بيراميد منهم واحد في الكاس واثنين دوري خرجنا من الكاس والزمالك كمل فخاد تايتل في غياب الاهلي. ادي تاني لقب. السنة اللي قبليها في الاسيوطي نفس الشيء. ضربتين جزاء لم يحتسبا وخرج الاهلي 1-0 وكمل الزمالك وخد اللقب الثالث في غيبة الاهلي. ياللي بتتكلموا على الحلال والحرام وبتتكلموا على ما احنا عارفين. والله العظيم لو انتوا عارفين هتسكتوا. هتسكتوا